مساء الخير والعافيه على كل متابعي قناه طليعه الفضائيه وحلقه جديده من برنامج كورونيات. مشاهدين كرام، مثل ما عودناكم على كل شيء جديد من قناه طليعه الفضائيه وايضا دعم المواهب الشبابيه، اليوم حضريكم مشاهد كوميديه ان شاء الله تنال رضاكم وايضا تعجب الدكتور كريم خنجر. مساء الخير والعافيه عليك. مساء الخير وشهر رمضان مبارك على الجميع ان شاء الله، واتمنى لكافه المشاركين دائما الابداع والتميز باذن الله. بيتطورون الحمد لله. ان شاء الله الحمد لله. ما نطول عليكم مشاهدين كرام، نروح نشاهد اول مشهد كوميدي من برنامج كوميديان وراجع لكم. ياهو ياهو مضبوط ما يمكن. ياهو علاقه سري للغايه شنو؟ خوش مخين وقايه. هاي حجم من الاتحاد يجون ياخذون غرامه، فلازم نزين بسر من ورا كورونا. من ورا كورونا حجي، من ورا كورونا. ايش تنصح العالم بكورونا؟ ننصحهم بالالتزام بالحظر التجوال. احنا نلتزم احنا يا سعد. رجعنا لكم احبتي المشاهدين، وبدايه غير موفقه، مشاهدنا كوميديه مو مثل الحلقه السابقه. يعني هم كافين، حاولوا انه طول نصيحه، يراد يسوون فد لعبه ما قدروا يوصلوها. يعني بالمناسبه الممثل، يعني انصحك انه لا تمشي بالشارع لان الحلاقين موجودين. هذا يحرق الحلاقين طبعا، اللي هم في اكثر الحلاقين فتحوا ما عزلوا محلاتهم يعني حجر وكذا. اما هي رساله للحلاقين، شوف يعني رغم انه ما بي كوميديا بس قدم رساله، اكو موضوع موجود. اتمنى ان شاء الله تنصحه للممثل ان شاء الله يكمل لو يقعد بالبيت؟ لا يكمل بمنطقه ثانيه، يعني يطور نفسه افضل. تمام، اذا مشاهدين كرام، نتمنى من المشارك انه يسمع الكلام اللي قاله الدكتور كريم خنجر ويطور نفسه، واذا بقى على هاي المستوى راح نقول لك خليك بالبيت وعوف الكوميديا. مشاهدين كرام، نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. ياو فضيل، يا اهلا وسهلا، اهلا بالصديق. يا سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا افتح ايدك. السلام عليكم. عليكم السلام، افتح ايدك. السلام عليكم. اهلا اهلا افتح ايدك. اهلا ابو توارك، شلونك؟ 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 شوف وين؟ اي والله عجبني. والله بالنوف وين؟ والله خش مكتب شوف وين؟ اقول لك شو بيك ريحه؟ بيت الجيب شغلتي. الله بالخير. الله بالخير والعافيه. الله بالخير والعافيه. الله بالخير، اهلا وسهلا. شنو حكايتك جديده؟ هي هاي على مود الوقايه. زين طب شو، لا تطقين الحظر التجوال يا حضر، لا كمامات، لا تفوف، وين الوقايه من كورونا؟ والله انت عزيز جينا نشوفك. اهلا وسهلا. وين تخبونا؟ غير اخبونا جينا نشوفك. حياكم الله يا اهلا وسهلا. الله يعينهم على المشاهدين. خلينا نكفل كم بالوقايه. الوقايه العلاج. عواد عين الطينرة من الشبكة. عواد شاحنة أردش عن تليفون. عواد تليفون عندي أبوكي. هذا خلنا ننزل لك الرمز. لازم نعقمه حتى ننزل له الرمز. هذا الرمز. وعقمته. أنت شريت شاحنة؟ شاحنة. وأنت رديت؟ تليفون. تليفون. هاي شاحنة وهذا الهيدفون. تفضل. طول شيء بعد؟ ما الله واديك. مشكور. السنيح اريد اشوفه. لا خلنا نجيب كم شاي. السنيح بعدين. ما متعشين. السنيح ما الله واديك. متعشين. يا اهلا وسهلا. وبالجثة. يا هلا ابو بعض شلونك؟ الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. اي شنك الساعة بالخير. مو تعقيد. خطار مسيرين جاي كنكون. هسه لو طبون هذا مثل ما طبون التكنيك مالهم والشاحنه ولا تمدوين وش شا طبقوا الحظر التجوال، شا طبقوا الوقايه من كورونا. محتاجين شيء؟ لك بديت ياهو انت بس تكمل مني ولا بدك
هذول ما يفيدوا ياهم الا عوده. صار لهم ساعتين بس يكنكون حمودي جيب لنا العوده. وين العوده؟ هيا بها. هذا علاجهم، هذا دواهم. خل نعمل اها. هذول السلفه هذول جايين علي، جاي كنكون اها. اقول كم ترى علي من جايين؟ رجعنا إياكم وحبة المشاهدين، ما شفنا كوميديا طبعا. تحياتنا العواد. استاذ سمير شوف طويل المقطع أولا ما بي كوميديا، لكن هو يعني اشتغل خطأ، استعمل المبالغة. المبالغة هي اللي هو البخاخ، أحد تقنيات الكوميديا يعني. مهمة المبالغة جدا. المبالغة دكتور هي فرصة، برنامجنا فرصة للمواهب. بالضبط. يعني أنت مو جايب البخاخ بس وتبخ معقبات، بالعكس كان برزت موهبتك. يعني استخدمت المبالغة. نعم استخدمت المبالغة. هاي المبالغة مالتك الأمور جيدة جدا، لكن وين التمثيل؟ وين الموضوع؟ وين الرسالة؟ أتمنى أن يكون هو ده تمثيل يا عود ولا إيه؟ يعني أتمنى يا أخي يكون موضوع صح. أختار المبالغة حلو. أي. مبالغ بيها حلو. يعني نقطتك نعطيك إياها للبخاخ بس. للبخاخات والمبالغة مالتك، لكن كموضوع لو خلى موضوع فكر ينفع يكون ممثل؟ ضحكت. لا إن شاء الله كلهم يصيرون ممثلين. إن شاء الله. يعني أنا أتمنى، قلت لهم بالحلقات السابقة، قلت لهم هم تشتغلون لا تشتغلون ارتجال وقبل، ارتجال ايضا الى اصول. يغلط بالارتجال، لازم يحط نص وكذا. برافو عليك. يعني كوميديا دي صح اعتمدت على ارتجال، لكن اكو سيناريو مكتوب، لازم اكو قصه. فهم لو كاتبين انا متاكد هتطلعون المشهد جميل وكوميديا ولا هذا المشهد. يعني شو تقدم لنا نصيحه؟ هو اسمع عواد، يا عواد عاون مره ثانيه. حاول مرة ثانية؟ خلي حاول مرة. تمام. واحنا نتمنى من كل المشتركين، وايضا كلمة العواد، مو عبالك انه هذا المشهد انه ما حلو وما ضحكتنا انه خلص هاي نهاية العالم، لا، ابعث مشاهد غيرها وشوفنا موهبتك، وانت تقول انه اني ممثل كوميدي ضحكنا. تحياتنا لك عواد، ونروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. يا هي اشتدت من جدك، شو خلنها تنام؟ اشتدي ما عد ربع. مو عد ربع. شاشن هي. ما تقدر حضر. يبي. خلونا نعمل لنا أبل حد. مشهد جميل، بس نتمنى من المخرج يعيد لنا المشهد. نتمنى أستاذ عمار عيد المشهد مرة ثانية. تمام، عيد لنا المشهد مرة ثانية. يا هي اشتدت من جدك، شو خلنها تنام؟ اشتدي ما عد ربع. مو عد ربع. شاشن هي. ما تقدر حضر. يبي. خلونا نعمل لنا أبل حد. تحياتنا لك حمودي البشوش، يعني دائما المشاهد مالته بيها ضربة حلوة. هو هذا الصح. موضوع بالنهاية مفاجئ انه نكتة. يا بلش شكو بدي دور حضر. بس هو حمود البشوش هم نعتب عليه، اكو كلمة ما افتهمناها فاضطرينا نعيد الفيديو شوية. مخارج الحروف صلحوها يعني على كيفكم بالكلام، واضافة الموضوع المشهد كلش عجبنا فاضطرينا نعيده مرة ثانية. الصوت والإلقاء يا شباب. الصوت والإلقاء، الصوت والإلقاء، الصوت، 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 سبع مرات. يعني جزء كبير من أداء الممثل هو الصوت وتنوع الصوت ووضوح الصوت. يعني مثل ما قال أستاذ سمير عدنا مرة ثانية. أولا هو المشهد حلو عجبنا، لكن ردنا نتوضح الصوت.
يعني الممثل استخدم الحركات جسم المرونة، وهذه أحد تقنيات الممثل يجب أن يهتم بها. يعني مو بس الممثل الكوميدي، ده نشوف الممثلين التراجيين أيضا يهتمون بقضية الجسد. الجسد جدا مهم في أداء الممثل. تحياتنا لهم، وأتمنى رفدونا بمشاهد أو فيديوهات أجمل إن شاء الله. وبالتالي الشباب كلهم دكتور مبدعين، ودي يبينونا أن هم اتطوروا أكثر وأكثر. تحياتنا لكل مشتركين كورونيات. روح نشوف مشهد آخر وراجع لكم. اقعد شدريك، من انت؟ انت عرفنا انا منو؟ انا كراني، العالم تشرد من يمي. انا ايم بفراشي، ما طالع برا. منين اجيت انت؟ تتذكر من طلعت برا بسكود ما يدرون بكلك وبست حمودي ابن ام احمد بستمر خده، وانا لازق بخده وادور حجه، وانا قبل اجيت بك وين تروح مني؟ عبالك عوفك والله ما هدك. رجعنا وياكم. حلو، انتشرت هاي المقطع هوايه انه هذا مال التابوت وكذا، وخاصه الشباب يعني ضحك انه مشهدهم كان حلو، انه دي ينصح انه لما تطلع لا تبوس لا تسلم كذا، فيقول انا شفت الكورونا لازقه بخدي. حلوه حلو. لكن ايضا اعتناء بالتصوير. اكو مشاهد تجينا بفيديو مونتاج هو زين، وليش ايش مسوي وجهه يعني؟ حلو مشوه. مشوهه هذا اللي اقدر اقول عليه متميز الان، اللي ماخذ شخصيته هو. لا هذا يعني متميز بتشويه الكورونا، طاح تشوه تشوه بالجسد، شفته بالخلقه. اللي نايم اكو واحد بصفه موجود، لا لا حتى اكو ما شفته اكو شيء، اكو شيء يعني مشهد بسيط يمكن. بالله شوفنا بس المشهد والدكتور ده يعقب عليه ذاكن. وين الدكتور اللي نايم؟ ما انتبهت له. شوف بصف النايم وين يعني هسه هذا با هذا اللي بصف. لا ماكو هاي مخده، هاي مخده دكتور، انت نظارتك لازم تغيرها. تحياتي لك دكتور. طبعا سويت لها معلمه حتى عيدنا المشهد حتى تاكد على التشوه اللي صار بالوجه. زين اذا كان هذا الشخص مو مخده، شنو كان تعليقك عليه؟ انه ليش هيك خاله؟ هو لا لازم يكون يعتني بالتصوير، يعني هاي الصوره انت عبالك رجلين وكذا طالع بالاذاعه تعتمد على الالقاء، تمام، توصل الصوره. التلفزيون يعتمد على الصوره الموجوده، تمام، يباوع على وضعيته المرئيه. نعم. يعني جد حلو، ما شوهنا الصوره وصلتنا انه هذه بشعه راقيه جدا. تمام. حلو، مستقبل هاي التقنيه رغم انه تقنيه بسيطه، لكن كان ذكي فكر بهذا الموضوع. والف مبروك عليهم الشباب. نعم، واكيد بالاذاعه يكون صوته جهوري وايضا يوصل، يعني يصير سمع مرئي بنفس الوقت من خلال الصوت، يشتغل باحساس. نعم. شكرا لك دكتور، وشكرا للنصائح اللي تقدمها لكل مشتركين ومشاهدين الكرام. ننتقل الى مشهد اخر وكورونيات، خليكم ويانا. هذا شنو ناوي اليوم؟ شكرا. وقع مثل هذا الدراجة. دراجة؟ اي نارية. ايش عنده من حاجة؟ ما ادري بعد غدا دكتور. والله شفتي بس هي العيادة هاي شكلها. والله الكاش ما طويل. ليش تلبسه بنفسجي؟ اذا يروح بعد شو بيجي؟ انا هذا اللون مال العيادة مالتك. ما يخالف، هسه لو تلبسه اصفر على مود يطفر. هو لابس اللون يطفر؟ اي هسه هذا شوف النوعية مال هذا يختلف عن هذا، هذا بالقيطان يأثر على اللبان. انا اخوك. اي ودعته بحنان. هاي كل شيء ما بي. سلامات سلامات. الله يستر. شيله وروح من هسه ضرب سلام بي من ضربك بعوده. لا ابو سعوده. تحياتنا لك عواد مره ثالثه. ماكو كوميديا، الدكتور ما يصير نوصله بهيش طريقه. الدكتور يعني خاصه هسه هو ثبت وجوده بالعراق، خاصه انه بكل العالم انه هو بالصد الاول، ما يصير نطلع فيه صوره. الدكتور انت وياي في جدا صح، يعني الدكتور لا يمكن الاساءه له. الدكتور الان احد الملائكه اللي يحومون علينا ويحافظون علينا، يعني ما ممكن اليوم عواد ما محفظه يعني. يعني يا عواد يا حبيب قلبي، يعني تقبلها تقبلها انت هذا الرجل الكبير، الرجل الملائكي، ان وصل لهذا الموضوع. هو الان بالصد الاول اللي اكثر انسان خطوره عليه هو هذا الرجل، اكثر انسان مضحي هو هذا الرجل. يعني لازم احنا بالعكس لازم نكبر
ونطيح حجم اكبر، نطيح كلمات كبيره، واحترامي كلش كبير الى هؤلاء الرجال الصد الاول هم الاطباء والكافه المهتمين لوزاره الصحه والوزارات العسكريه ايضا. اتمنى لهم كل التوفيق. نعم. هم الان دا يحافظون علينا واحنا قاعدين، ما يصير طلعهم بهي الصوره. بالضبط. اضافه لموضوع مشاهدين كرام، دكتور عمار الربيعي تحياتنا اليه، هو من طلع هذا المشهد. طبعا كثير مشاهد عندنا ترفض مشاهدين كرام، وايضا نموذج المشتركين هوايه مشاهد عندنا ترفض بسبب انه هي غير لائقه انه هي تظهر بالشاشه ويشاهدها العائله العراقيه، فهو تقصد يطلع هذا المشهد دن شوف للمشتركين وايضا المشاهدين. وكثير شباب يمثلون طريقه الدكتور بطريقه غير صحيحه. نتمنى من عندكم انه انتم تسمعون النصائح، وايضا ذول الناس ما يصير نطلعهم بهي الصوره. عواد انت اليوم غير موفق ويانا، دزلنا فيديوهات حلوه اكيد حتبدع متاكد، وحتطلع لنا الكوميديا اللي بداخلك، بس نريدها بطريقه احلى. شكرا لك دكتور على النصيحه. الحمد لله، رساله حلوه من المخرج. رساله لها هوايه تفسيرات. يعني الطبيب اذا سياره الطبيب اذا تعرف به طبيب توخر عنه حتى يروح. فعلا الطبيب اذا كان واقف في سيره معينه تخليه يتقدم حتى يشعر الطبيب الان، ولو احنا بكل الاحوال محترمين الطبيب حتى الاوقات بدون كورونا، لكن الان احنا محتاجين الطبيب. مثل ما اكو دول مخلي سيارات خاصه بس ممر خاص للاسعاف، احنا نخلي الطبيب. اتمنى الدوله تخلي ممر خاص فقط للاطباء. ان شاء الله يا رب يسمعون نصيحتك دكتور. مشاهدين الكرام ننتقل الى مشهد اخر وراجع لكم. يا ساتر مشاهد رحمكم الله، شنو غير المنهج؟ عمك البنات يراكم ناموا حتى شنو؟ ينام مبكرا يصحى مفكرا، ايه العفو مبكرا يا رب. كانك صافي، وين سارع؟ وين تفكر؟ طبعا تحياتنا للمشتركين الاطفال، ولا اروع من عندهم، تمثيلهم كلش حلو، مواهب جديده. بس الاب انا بس اعرف طب البيت وصعد على الباسكل على الخطوتين شنو ايش شو تسوي توصلين لي؟ يعني تكون ازدحام بيتكم في بعدك فواصل. الفكره حلوه جميله هو مكرره طبعا، لكن بكل فيديو لها صوره. يعني لو المعالجه دكتور مصعد الاطفال بالباسكل دي يفررهم بيها مجال دي يونس اولادهم. الشغله والاطفال حلو، البدي تكنيك الكل جميل جدا، المبالغه الركضه مالتهم حلو، الفيديو كان الحمد لله وشكرا. والمبالغه والركضه مالتهم يصحى، المبالغه والركضه مالتهم هاي مال اللي ينام مبكرا يصحى مبكرا، ما كانت افيه حلو تبقوا بالافيه. نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. ما في شيء، ما في شيء، ما حد يبغى يشوف، طبعا على نزيف. ما يلحقنا، يا والله. رجعت تمشي 5000. ما يلحقنا.
لا ما يلحق انت بس تروح شوي ايوه صدق انت خلص الطواجين طيب شنو هاي؟ يا سلام بابو يا سلام لا 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 لا